بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. النهاردة هلخص المحاضرة رقم 2 من كورس الـ CFM Certified Facility Manager، أقوى اعتماد وشهادة دولية في الـ Facility Management. هنتكلم فيها على Sustainability. طبعا احنا المحاضرة اللي فاتت لخصنا أول محاضرة على Occupancy and Human Factors، وقلنا بيجي في الامتحان عليها 14 سؤال. خدنا فيها الـ Basic Needs والـ Psychological والـ Physiological Needs، وقلنا لازم الـ Facility Manager يكون على awareness كامل باحتياجات ال facility occupants، سواء كانوا tenants أو employees في office commercial building، أو كانوا guests في hotel، أو كانوا patient في hospital and so on. فلازم يوفر لهم indoor environmental quality بال 5 factor بتوعها: thermal comfort وال light comfort وال sound comfort وال odor quality وال indoor air quality. وخدنا الثيرمال كومفورت حسب اشري ستاندر 55، لازم برضو يوفر فيها الاير تمبريتشر والريلاتيف هيوميديتي والاير فيلوسيتي والميتابوليك ريت والكلوزنج انسليشن. لازم يكون على اويرنس كامل بجميع الفاكتور دي عشان يوفر كومفورت للاوكيبانت، علشان يبقى عندهم برودكتيفيتي ويوفر لهم السيفتي والسكيورتي والهيلث ويساعدهم على الانوفيشن. دي كانت أول محاضرة قلنا عليها أول 14 سؤال في الامتحان. فالنهاردة إن شاء الله هناخد الـ Sustainability، طبعا موضوع مهم جدا في جميع المجالات especially عندنا في الـ Facility Management، لأن الـ Sustainability بتدرس الـ Impacts اللي طالع من الـ Built Environment اللي هي الـ Facility على الـ Natural Environment اللي هي البيئة الطبيعية اللي ربنا خلقها، وبتركز على ثلاث محاور رئيسية هما الـ People والبلانت والبروفيت او بروسبرتي، بيسموها التريبل بوتوم لاين. ممكن تكون 3 بيز او 3 ايز. لو 3 ايز تبقى ايكواتي انفايرمنت ايكونومي، لكن 3 بيز زي ما قلنا بيبول بلانت بروفيت. طبعا السيستمات بيجي عليها الامتحان 16 سؤال. احنا اللي خصنا كفاسيلتي مانجرز نعرف الانرجي مانجمنت، ووتر مانجمنت، ماتيريال مانجمنت، ويست مانجمنت، والسايت مانجمنت مع الورك بليس. فاول عندنا معيار، طبعا عشان تطبق السستينابيلتي عندك في الفاسيلتي او اورجانيزيشن لازم تبقى عارف يعني ايه بوليسي واستراتيجي فيجن ميشن واوبجكتيف وجولز وتارجتس، تعرف الفرق بينهم علشان تقدر تمبلمنت السستينابيلتي كاسبيكتس داخل المنظمه عندك. وبرده قلنا ازاي نفرق بين الهارد سيرفيس او الهارد بنفيت والسوفت بنفيت. دايما الهارد بنفيت متعلقه بالكوست والبروفيتابيلتي والكور سيرفيس في الفاسيلتي اللي عندك، لكن السوفت بنفيت متعلقه بالهيومن او البيبل والانفايرمنت. طبعا زي ما اتفقنا السستينابيلتي دايما اول ما تتذكر لازم تفتكر على طول البيبل والبروفيت والبلانت او الايكونومي والايكويتي والانفايرمنت. خدنا اول اريا الانرجي مانجمنت عندنا، اتكلمنا فيها اول حاجه على البيلدينج انفلوب واهميته انك توفر في الطاقه، انك تعرف الاول يعني ايه بيلدينج انفلوب بالحوائط الخارجيه والروف والجليزنج او الويندوز والفاونديشن، ولازم تفهم الانستليشن بتاعهم عشان تقلل اليو فاليو وتعمل حفاظ على الهيت لوس او الهيت جين سواء كنت بالسمر او الوينتر. دي كانت اول حاجه. وتاني حاجة في الانرجي مانجمنت خدنا الرينيوبل انرجي عن طريق السولار باور او سولار انرجي، قلنا ممكن تولد منها كهرباء عن طريق البي في بانل او الفوتوفولتيك بانل، او تسخن منها المياه عن طريق سولار ووتر هيتر كوليكتور. وتاني رينيوبل انرجي قلنا البايو ماس انرجي، ممكن تحط بايو ماس مع اير تطلع جاز تستفيد منه في الهيتنج او في توليد الكهرباء. وخدنا الويند انرجي مع جنريتور وتربين، والهايدرو انرجي برضو مع الميه بارتفاعها الهيد مع التربين والجنريتور. وخدنا جيو ثيرمال انرجي تحت الارض، ممكن تسخن او تبرد عن طريق 3 تايبس اللي هم اللوب والفيرتيكال والهوريزونتال. وبعدين قلنا انرجي مانجمنت بطريقه سمارت او بطريقه انتليجنت عن طريق اول حاجه الديماند ريسبونس. خدنا 4 استراتيجيز: اللود شيفت، انك بتشفت اللود من البيك تايم علشان تقلل البنالتي والفاينز وتقلل الانرجي كونسامشن. وخدنا اللود شيد، انك بتستخدم اكتر من سورس علشان توفر في الطاقه، زي مثلا استعمال الثيرمال ستورج مع التشيلر بالنهار
واستخدام الشيلر كاباسيتي هاف اوف ات او مثلا 25% اوف ات، انك تعمل كولينج للايس مثلا في الثيرمال ستورج وتعيد استخدامه في الصبح. والافشنسي قلنا زي مثلا استعمال اكويبمنتس عليها انرجي ريتنج زي انرجي ستار. موديوليشن قلنا زي استعمال الفي اف دي فاريبل فريكونسي درايف مع مثلا الشرارات كومبريسور والفانز والبامبس. وعرفنا يعني كاربون ماركت زي كده سوق للبورصه بس بيتداول فيه الكربون سواء كريدت او اوفست. لو انت مثلا كفاسيلتي او اورجانيزيشن بتطلع ايميشنز اكتر من الحد المسموح بيه زي كده على الشمال، يبقى كده عندك لازم تعمل اوفست انك تشتري كاربون كريدت من البورصه او من الماركت دوت. ولو انت فاسيلتي على اليمين هنا بتطلع ايميشنز اقل من المسموح بيه، يبقى كده عندك كريدت ممكن تبيعه، كده ممكن تعمل سيل او بيرشيس حسب انت بتطلع ولا ايه اكتر او اقل من الالاوبل ليميتس. في برضه السب ميترنج والسمارت ميترنج، لو عايز تبقى فوكس على اريا معينه داخل الفاسيلتي انها تكون مثلا عندها انرجي افشنسي ميجر يسموه اي امز، تكون هدف بالنسبه لك تقلل منه الطاقه. وخدنا حاجه اسمها انرجي اند يوز او ووتر اند يوز، انك بتركز او تعمل نسبه لاستعمال الطاقه او الميه داخل الفاسيلتي عندك من حيث البروسيس او الايكويبمنت او الفيكشرز. فمثلا دراسه في امريكا عن طريق الاي بي اي او اليو اس جرين بيلدينج كونسل على ريزيدنشال بيلدينج وعلى الاوفيس بيلدينج، هتلاقي دايما في الميه اكتر استعمال الميه دايما في التواليت وفي الريست روم. عشان كده دايما بنحط دي والفلاش تواليت ونحط لو فلو فيكشرز سواء في الشاور هيد او في الفوسيت. وخدنا برضو بالنسبة للووتر مانجمنت اتكلمنا على أنواع الووتر ريسايكل، ممكن تستخدم جري ووتر اللي بتيجي من الباث والشاور والفوسيت والكلوز واشر، أو بلاك ووتر اللي بتيجي من التواليت والكيتشن، ممكن تعيد استخدامهم بعد المعالجة في الإيريجيشن أو في التواليت فلاشنج طبعا حسب الليجيسليشن داخل الدولة عندك أو الأثوريتي. خدنا برضو الرين ووتر مانجمنت، عرفنا عليه رين ووتر هارفستنج ورين جارديوم، وممكن برضو نعيد استخدام ميه المطر بعد تخزينها ومعالجتها في الكار ووش وفي الكلوزنج ووشنج او كلوز واشر ووشنج والتواليت فلاشنج والاريجيشن. وخدنا بعد كده الماتيريال مانجمنت، اتكلمنا على سستينبل سبلاي تشين، عرفنا يعني لوجيستكس انباوند او اوت باوند او ريفرس، وعرفنا sustainable procurement من اول النيدز لحد الريفيو وتو جين انسايت عليه. فلازم دايما عمليه البروكيرمنت لاي مواد ماتيريال تتم بطريقه sustainable، عشان الماتيريال دي مش مجرد بتيجي من سبلاير واحد، لا دي بتعدي على سبلاير تشين كتير، وفي كل مرحله من دول بيتم energy consumption و CO2 emission water consumption. فلازم تراعي الحكايه دي انها بتتم عن طريق sustainable process. وفي الويست مانجمنت قلنا اهم حاجه فيرست استراتيجي تو ريديوس وبعدين ريوز وبعدين ريسايكل اف بوسيبل، وخدنا الويست مانجمنت في الكونستراكشن سيرفيس او في الفود سيرفيس حسب ما الفاسيلتي اللي شغال فيها. وبعدين خدنا الورك بليس مانجمنت عشان تطور من حياه الناس داخل المنظمه اللي عندك الفاسيلتي، سواء كانوا موظفين او كانوا سكان او كانوا جيست او مرضى في المستشفى. لازم تاخد باعتبارك في الديزاين التشيرن ريت اللي هو تغيير اللاي اوت الداخلي دوت مع عدد الناس اللي جوه في السنه، واستخدام برضو مودولار فرنتشر جاهز من المصنع بيركب على طول وفلكسبل اي تي ستراكشر. وخدنا برضو كسبورتنج للفيرشوال وركرز بليس، طبعا عشان دايما معظم الميتنجز بتتم عن طريق فيرشوال، فلازم تاخد في اعتبارك السوفت وير والوايرلس اكسس واللابتوب ستيشن او ديسك توب ستيشن مع فول تشارجر عشان تدعم الفيرشوال انفايرمنت. وخدنا برضو بالنسبة عشان تعمل production productive work place للإمبلويز اللي داخل المنظمة، لازم تزودهم بإندور environmental quality زي ما قلنا عليه في المحاضرة رقم واحد، وتأفويد الدستراكشن عن طريق مثلا زي ما قلنا في الأكوستيك quality عن طريق مثلا sound masking أو white noise أو pink noise حسب نوع الفاسيلتي. وبرضو اللايت استخدام daylight اكتر من الارتفيشال لايتنج. وخدنا برضو هاو تو افويد وكنترول المواد الخطره داخل الفاسيلتي عندك عن طريق مثلا استعمال داتا شيت بيسموه ام اس دي اس ماتيريال سيفتي داتا شيت او اتش دي اس اتش دي اس، ودايما تعمل اكسس بس للناس اللي هي ستاف بيبل وعلى علم بالمواد دي.
وخدنا بعد كده الاندور اير كواليتي، وقلنا الثريت اللي على الاندور اير كواليتي اللي بيهدده يا اما من بره يا اما من جوه، وخدنا الار اتش لما تكتر بيحصل ايه، لما تقل بيحصل ايه داخل الفاسيلتي عندك او داخل الروم او الاوفيس او الجيست روم في هوسبيتال حسب الفاسيلتي اللي عندك. وخدنا طبعا ان معظم الشكاوي دايما في الثيرمال كومفورت هيتنج وكولينج، فدايما لازم تعمل ساتسفاكشن زي ما قلنا اكتر من 80%. وبالنسبه للفيجوال كومفورت الخاصه باللايتنج داخل المكان، عرفنا عن سي ار اي كولر ريندر اندكس، انها قدره اللايت انها توريك اللون الطبيعي للماتيريال او الايكويبمنت او الحاجه اللي معاك. وقلنا الستاندر عندنا الدي لايت اللي هو 100، طبعا عشان ده من عند ربنا حاجه طبيعيه فيها الفول سبيكترم تديك اكسلنت الومنيشن. واحنا عندنا في الصناعه الستاندر خاص بالان اي دي 80، اكتر من 80 زي مثلا 90 دي حاجه ممتازه جدا كسي ار اي، بتديك لون طبيعي للحاجه اللي انت بتشوفها. طبعا خدنا الجلير والفليكر والفرق بينهم ايه، وبعد كده اتكلمنا على السايت مانجمنت. خدنا اول حاجه فيه الستورم ووتر مانجمنت، ازاي نستخدم كاتش بيزن ودرين عشان نجمع ميه المطر نحطها في تنكات تحت الارض ونعيد استخدامها في الاريجيشن زي ما قلنا او الووتر فيتشرز. ولازم اللاند سكيب يكون عندك نيتف ادابتيف علشان تعمل فلتريشن وكلين وستورم ووتر. وتاني حاجه في السايت مانجمنت خدناها اللايت بولوشن، عرفنا يعني ايه تريسباس، يعني ايه ابلايتنج، يعني ايه كات اوف انجل، واهميتها في راحه الفاسيلتي او راحه الناس داخل الفاسيلتي بدون التاثير على النيبرز وبدون التلوث للنايت سكاي وبدون تاثير او تشويش على الدرايف ويز او الباسنج موتورست. وخدنا بعد كده الهيت ايلاند برضه في سايت مانجمنت، عرفنا ان دايما الهيت ايلاند في الاماكن الايربرن بتكون حاره جدا عن الاماكن الرورال علشان بيكون عندك هارد سكيب وعندك سي او 2 اميشن من السيارات وعندك هيتنج وكولينج ايكويبمنتس في المكان من بره، فبيحصل جلوبال وورمنج بسبب احتباس حراري عشان عندك سي او 2 اميشن مع حراره، فبيحصل احتباس الحراره دي في الاماكن اللي هي الايربرن. عشان كده دايما من افويد الهاي رايز بيلدينج، وبنستخدم ماتيريال ليها هاي اس ار اي وليها لو امسيفيتي. وخدنا اخر حاجه الترانسبورتيشن، ازاي نحسنها عندك في الفاسيلتي، انك بتقلل اللو، بتعمل لو فيكل مايل ترافلز، تنصح الناس دايما لو هم ساكنين قريب من الفاسيلتي انهم يجوا مشي او مثلا باستعمال بايسكل، ويقللوا دايما استعمال الوقود الفوسيل ويستخدموا الترناتيف فيولز زي مثلا الهيدروجين او هايبريد كارز او الكتريك كارز. دي كانت محاضره سستينابيلتي طبعا مهمه جدا جدا، واحنا بنشرحها بالتفصيل لان المستقبل دايما هو السستينابيلتي والانرجي، فلازم تبقى انت كفاسيلتي مانجر تعرف ازاي تدير عندك الفاسيلتي بطريقه سستينابل، بيسموها سستينابل ديفلوبمنت او سستينابل جروث. ودي اخر المحاضره، خدنا فيها اسئله الامتحان ولخصناها، ولو حد عنده اي سؤال سيبنا في التعليقات، وان شاء الله المره الجايه ناخد المحاضره الاوبريشن اند مينتنس اللي هي معظم شغل الفاسيلتي مانجرز. شكرا لكم، السلام عليكم.